القضية الفلسطينية لم ولن تنتهي طالما أن هناك إيمان بالحق، وهذا ما ظهر في هتافات المحتجين في مدينة بيت لحم الفلسطينية احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة. وهاجم المحتجون وفدا أمريكيا بالأحذية والبيض خلال زيارته لمدينة بيت لحم، معلنين رفضهم لقرار ترامب الأخير. أمريكا دولة إرهاب، أمريكا دولة إرهاب، أمريكا دولة إرهاب، منها ما بنهاب، وإحنا منها ما بنهاب، وإحنا منها ما بنهاب، وإحنا منها ما بنهاب، أمريكا أمريكا راس الحية، أمريكا راس الحية. فلسطين حرة حرة، أمريكا دولة إرهاب، أمريكا دولة إرهاب.